بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي قناة ومدونة تاكرو فيكسر. اليوم كما ترون هذا نحن في الكالي لينكس، كما ترون هذه الكالي لينكس، وسوف نقوم بشرح طريقة تثبيت التشيك رين، يعني الجيل بريك تشيك رين بالنسبة للكالي لينكس. إذن إخواني ما عليكم سوى الدخول إلى هذا الموقع، كما ترون موقع التشيكرين الأوفيسيال الرسمي. إذن بعد الدخول سوف نقوم بالذهاب إلى النسخة الأخيرة وهي 0.12.4، وكما ترون هنا اللينكس، نقوم بالضغط على لينكس ثم نقوم بالذهاب هنا. كما ترون هذه الأوامر التي توجد هنا، ثم ننزل إلى داونلاون ونقوم بالضغط على داونلاون. نمر إلى هذه الصفحة الجديدة، هذه الصفحة الجديدة والتي توجد بها نسخة الماك ونسخة لينكس، أربع نسخ للينكس. ما عليكم سوى الضغط وتحميل هذه النسخة التي توجد هنا، كما ترون X86/64. عند تحميل هذه النسخة نعود إلى الصفحة السابقة، نقوم بتصغير هذه الصفحة كما ترون هنا، ثم نفتح التيرمينال. أنا لقد قمت من قبل بهذه العمليات، ثم أول شيء نقوم بضغط جوج مرات بزر الفارة من أجل العمل سيلكت للسطر الأول، نعمل كوبي ثم نضغط باست، ثم ننتظر حتى يتم تحميل الحزم. ننتظر قليلا. اذا هنا يطلب منا المود باس، نقوم بادخال المود باس الخاص باللينكس، ثم نقوم بعمل كوبي للسطر الثاني، ثم ضغط انتري وننتظر حتى يتم اصلاح او تحميل او ادخال اللينك، ثم نقوم بالسطر الثالث. لقد قمت بهذه العملية من قبل وهي نجحت بالنسبة الي، ثم سوف نقوم ب عمل كوبي للسطر الرابع، ثم انتري. الان سوف نقوم بالذهاب، سوف نقوم بغلق هذا التيرمينال، ثم نقوم بالذهاب الى داونلاون. كما ترون ها هي داونلاون، وهذه هي نسخة التشيكرين التي قمنا بتحميلها. كما ترون انا لقد قمت بوضعها في الديسكتوب، يعني في الهوم او البيرو، يمكن سواء من هنا سواء من هنا. اذا كنت تريد ان تقوم بعمل او باطلاق النسخه من هنا، ما عليك سوى الضغط هنا بزر الفاره الايمن، ثم الذهاب الى اوبن ان تيرمينال، ثم سوف نكتب الامر التالي: شمود بلس اكس، ثم نقوم تشيكرين، ثم انتري. بعد هذا الامر سوف نقوم بكتابة الامر الاخر: سودو ثم نقطة سلاش ثم تشيك، سوف نقوم بكتابة تشيك ران ثم انتري. هناك خطأ ما، عفوا، سودو لا تكتب كما كتبتها. دونك ثم تشيكرين ثم انتري. يطلب منا ادخال المود باس، سوف ادخل المود باس وننتظر. كما ترون لقد تم الدخول الى التشيكرين، ويمكنكم عمل الجيل بريك الخاص باجهزة الايفون من هنا.
أما إذا كنت تريد أن تقوم أو عمل كوبي لهذه النسخة في البيرو، فما عليك سوى الذهاب إلى البيرو ثم الضغط بزر الفأرة الأيمن و Open in Terminal كما في الأول، ثم نعيد نفس الأوامر. أولا شمود بلس إكس تشيكرين، ثم سودو تشيكرين، ثم إدخال المود باس. وكما ترون لقد تم الدخول إلى تشيكرين. إذن هذا كل شيء بالنسبة لهذا الدرس، وإلى اللقاء إن شاء الله.